نعم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. أهلا بك. موضوع اتجاه اجندتنا تركيا على المواطنين السوريين على الحدود السوريه التركيه، وخاصه الذين يعبرون الحدود للسفر الى احدى البلدان الاوروبيه للبحث عن ملاذ الامن هاربا من جحيم الحرب السوريه. نعم، يوم امس الاربعاء بحسب وكاله نورث بريس بان هناك اشخاص من أرياف حماة ودير الزور وإدلب الذين حاولوا العبور إلى باتجاه تركيا، قرابة 40 شخص بينهم نساء، وتم اعتداءهم بشكل وحشي، وعلى أثرها قامت الجندرمة بتسليمهم للشرطة العسكرية في عفرين من معبر قرية حمام بجندرس. وطبعا البعض كان حالتهم خطرة وتم نقلهم إلى مشفى عفرين لتلقي العلاج، والباقي تم إفراج عنهم مقابل 500 ليرة تركية لكل شخص حسب المصدر. طيب أستاذ إبراهيم، يعني هذه الحالة متكررة دائما، تقوم الجندرمة التركية بالاعتداء والضرب المبرح بحق المواطنين السوريين الذين يفرون من آثار الحرب السورية. طيب هذا الاستمرار في هذا الاعتداء على المواطنين السوريين، هل يصل أو هل ترفع تقارير إلى منظمات دولية للوقوف عليها والضغط على تركيا لوقف هذه الاعتداءات؟ نعم، يعني كما ذكرت حضرتك أن الموضوع ليس المرة الأولى وتكرر هذه الحالات، ونستطيع القول بأن هناك أكثر من 500 حالة الذين فقدوا حياتهم جراء اعتداء جندرمة تركيا عليهم بعد الثورة السورية من 2011 وحتى الآن. لذلك هناك طبعا تقارير دولية بهذا الخصوص، ويتم توثيق الأشخاص الذين يتم اعتداء عليهم، لكن كما نعلم يعني لا يوجد هناك ضوابط، وتركيا أيضا تدعي بحماية حدودها، ولذلك تلجأ إلى هذه الأساليب، وهي في نفس الوقت تدعي بأنها تحمي السوريين وأن هي التي حمتهم من القصف السوري أو من جحيم حرب السورية. وكان هناك على حدود أكثر من 3 ملايين سوري، وتقوم بإعادة عفوا بتهجيرهم أو ب يعني عودتهم إلى سوريا قسرا، ترحيل قسري، والآن تقوم بضربهم ومنعهم من الدخول إلى أراضي تركيا مرة أخرى بعد أن استفادت على أكتاف هؤلاء ملايين الدولارات من الدول الأوروبية. أشكرك جزيل الشكر من ريف حلب الشمالي، إبراهيم شيخو ناشط حقوقي.